النهاردة هنكمل معاكم جزء جديد من مسلسل فتاة النافذة، بس قبل ما نبدأ بنفكركم إننا وقفنا المرة اللي فاتت مع فريدة وهي بتتصرف مع الكل كأنها آخر مرة هتشوفهم، وبعدها بتطلع لنالاً أوضتها وبتبوسها وبتروح تنام، وتاني يوم الصبح بتروح حفيظة الفريدة وبتحاول تصحيها من النوم، بس فريدة ما بتصحاش وبتخاف حفيظة عليها وبتلمس إيدها وبتلاقيها باردة، وبالصدفة بتلاقي جنبها علبة حبوب فاضية وبتصرخ وبتنادي على نالاً اللي بتقوم من نومها مرعوبة وبتجري على أوضة فريدة، وبعد دقايق كل اللي في البيت بيصحوا على صوت الصريخ وبيجروا على أوضة فريدة وبيشوفوا نالان وهي بتحاول تصحيها، ولما بيحاول سادات انه يهديها بتطلب منه يسيبها في حالها ويخرج من الأوضة، فبيدخل مظفر وبيخرجهم كلهم وبيفضل هو مع نالان، وفي اللحظة دي بيطلب رأفت من الكل يبقوا جنب نالان، وبيتصل بطبيب العيلة الدكتور مصطفى علشان يجي لهم ويساعدهم في عمل تقرير الوفاة، ولما بيخرج تاكو بيبلغ سركان انه لازم يروح يجيب الدكتور مصطفى بنفسه، وبيسأله خيري عن اللي بيحصل، فبيقول له سركان انه رايح يجيب الدكتور لفريدة، وبيفهم خير ان في حاجة مش طبيعية. اما نالان فبتكون لسه جنب جدتها فريدة ومش قادرة تمسك دموعها، وبتطلب منها انها تسامحها على كل الاخطاء اللي عملتها معاها، لكن سادات بيدخل لها وبياخدها لاوضتهم عشان تغسل وشها من الدموع، وهنا بتدخل حفيظة وبتلوم فريدة على انها انتحرت، وبتقول لها انها مش هتقول لحد وخصوصا بنتها نالان عشان ما تحسش بالذنب، وبتقول لها انها كانت حاسة بوجعها بسبب ظهور ماتين في حياتهم من جديد، وبتطمنها وبتوعدها انها تمنعه يقرب من نالان طول ما هي عايشة. ولما بتخرج حفيظة من اوضة فريدة بيسألها رأفت كانت مخبية عنه حاجة، وبيقول لها ان اللي حصل مش طبيعي، وبيسألها ان كانت فريدة انتحرت، وبتتضايق حفيظة من السؤال وبتنفي ان فريدة تبقى عملت كده، وبعدها بتخرج نالان بكفن فريدة وبتفتكر كلامها لما كانت بتوصيها انها هي اللي تغسلها لما تموت، وبتحضن الكفن وبتعيط، وبتقول لمظفر انها زعلت لما زعلت جدتها فريدة منها الفترة اللي فاتت. فجأة بيتصل خيري بنالان وبتقرر انها ما تردش عليه، وبتقول لمظفر انها لازم تنهي القصة دي احتراما لذكرى جدتها، وعشان كده بيتصل خيري ببلور وبيسألها ان كانت على علم باللي بيحصل، وبيطلب منها تبقى جنب نالان لان جدتها فريدة ماتت واكيد هي محتاجة وجود صاحبتها. ولما بنرجع لحفيظة وبنلاقيها بتفتح شنطتها وبتلاقي جواها رسالتين من فريدة، رسالة ليها والتانية لنالان، وبتفتح الرسالة اللي تخصها وبتقراها وهي متأثرة، وبتطلب فريدة من حفيظة في الرسالة انها ما تزعلش منها وتسامحها، وبتطلب منها كمان انها تفضل جنب نالان وما تحسسهاش بالوحدة، وبتترجاها تمنع خيري ومتين من ان هما يقربوا منها، وبتوصيها انها تندفن جنب سما بنتها، وبتطلب منها تختار الوقت المناسب لتسليم نالان الرسالة الخاصة بيها، واخيرا بتوصل عربية الاسعاف وبتنقل جثة فريدة للمستشفى وسط ذهول وحزن الكل، وخصوصا نالان اللي ما بتكونش قادرة تصدق ان فريدة ماتت خلاص وسابتها لوحدها. وبعدها بترتب سليم مع الصحفيين طريقة نشر الخبر، وبيقرر رأفت انه يدفنها في مقابر العيلة جنب جوزها عادل، وفي المستشفى بتقف نالان مع بلور وسيدات ومظفر، وبتبقى نالان مصممة على انها تغسل فريدة بنفسها زي ما طلبت منها قبل ما تموت. وفجأة بيظهر خيري اللي لما بتشوف بلور بتتحجج انها رايحة تجيب لنفسها مية وبتروح عشان تبعده عن المكان عشان ما يحصلش مشاكل، ولما بتترجى انه لازم يمشي بيقول لها انه ما يقدرش يمشي، وبيقول لها انه لازم يفضل جنب نالان في احزانها، وبيوعدها انه هيفضل بره المستشفى وهيطمن عليها من بعيد لبعيد، وبتطلب منه انه يفضل بره فعلا وما يخليش سادات يشوفه. وجوه المستشفى بتبقى غرفة تغسيل الموتى جهزت، وبتدخل نالان تغسل جدتها وبتفتكر كل كلامها ليها قبل ما تموت، ولما بتخرج بتلاقي سادات بيقول لها ان هم هيدفنوا جدتها في مقابر العيلة زي ما بابا قال، لكن حفيظة بتفهمه ان فريدة في وصيتها طلبت تدفن جنب واحدة من قرايبها اسمها سما. وفي الجنازة بيتفاجئ سادات بوجود خيري وبيفتكر انه هيروح يتخانق معاه، لكن رأفت بيمنعه وبيقول له ان هم مش هيدخلوا في خناقات واتصالات الجنازة، وفي اللحظة دي بيوصل متين هو كمان وبيحضر الجنازة، ولما بيحط التراب على تابوت فريدة بتسأل سليم مامتها جولسهان عن سر وصية فريدة، وبتستغرب لانها ما اختارتش تدفن جنب جوزها عادل، وبتفتكر جولسهان مواجهتها لفريدة وقت ما عرفت انها تبقى جدة نالان مش مامتها زي ما هي مفهماهم، ووقتها هددتها فريدة انها لو ما احتفظتش بالسر اللي هي اكتشفته هتأذيها. ولما بتفوق جولسهان من ذكرياتها بتقول لسليم ان سما تبقى بنت فريدة وعادل بالتبني، وانها ماتت وهي صغيرة، وفجأة بيقرر خير انه يشترك في دفن فريدة، وبيتضايق سيداته بيقول انه لولا الجنازة كان عرفه مقامه، وطبعا الموقف ده ما بيعديش على سيلين، وبتستغرب من وجود خيري، فبيطلب منها ليفانت انها تسكت وتعدي الجنازه على خير. وبعدها بيسال رأفت هو كمان عن سما، لكن جولسهام بتطلب منه يحترم الجنازه ويحترم وصيه فريده، وبتقرب من سيداته بتقول انه هو الوحيد اللي بيشاركها في سر سما، وبتطلب منه ما يتكلمش ولا يقول لحد، بس لما بتلاحظ وجود متين اللي بيضحك على نالان ومفهمها ان اسمه محمد، بتستغرب وجوده وبتسال نفسها ويطلع مين بالظبط. وفي اللحظه دي بيروح متين لنالان وبيعزيها في موت فريده، وبيطلب منها يكملوا كلامهم اللي بدأوا بخصوص ابوها، وبتصدمه بردها الحازم، وبتطلب
بتطلب منه ما يظهرش في حياتها تاني، وبتقول ان باباها اسمه عادل، اما الراجل اللي هو بيتكلم عنه فهي ما تعرفوش، وبيصمم انه يديها رسائل باباها بترفض، وبتقول انها مش عايزه تعرف حاجه عن الراجل اللي تخلى عنها وهي طفل. بعدها بيحاول خير انه يعزيها بس بتشكره، ولما بيمد لها ايده بترفض انها تسلم عليه، فمش بيسكت وبيقرر انه يطلع غضبه في متين، وبيجري وراه وبيحذره من انه يضايق نالان تاني، لكن متين بيستخف بيه وبيسأله هو يطلع مين، وبيحذره ان هو اللي يعترض طريقه او يقرب منه. وبالليل بيقرر خيري انه يقعد في العزاء عشان يضايق سيدات وعشان يحس من جوه انه مش مقصر في حق نالان. وطبعا سيدات لما بيلاحظ وجوده بيتضايق، فبيهدي ابوه رأفت وبيطلب منه انه يتجاهله. وفجأة بيظهر متين هو كمان وبيقدم نفسه باسم محمد، ولما بيسأله رأفت ان كان من قرايب فريدة، بتتدخل حفيظة وبتقول انه مجرد صديق لعادل جوز فريدة، وبيأكد على كلامها عشان ما يعملش مشاكل. وبيقرر سيدات انه يستغل انشغال الكل بالجنازة، وبيطلب من غالب انه يبعت له صور السكرتيرات اللي هو طلب هم منه. ولما بيبعت غالب الصور بيبتسم سيدات وبيقول انه ذوقه حلو جدا في الستات. اما بقى حفيظه فبتقرر تجبر متين على انه يمشي من العزا، وبتاخد له كوبايه شاي وبتوقعها عليه، وبتعتذر له وبتقول انها بقت مشتته ومش مركزه، لكنه بيبقى عارف انها قصده تعمل كده، وبتاخده معاها على اوضه فاضيه بحجه انها تنضف له الشاي من على هدومه. وهناك بتساله هو بيعمل ايه في العزا، فبيقول لها انه عايز يعتذر لبنته نالان على الماضي، بس حفيظه بتتعصب عليه وبتقول له انه خرب حياتهم ولازم يختفي وما يظهرش تاني. وطبعا متين بيرفض وبيقول لها ان اليوم اللي هيتجمع فيه هو ونالان بنته جاي. وقبل ما يمشي بيعزي نالان مره تانية، وفي نفس الوقت ده بتحاول بلور انها تقنع خير انه يمشي، بس بيرفض وبيقول لها انه عاوز يفهم سبب التغيير المفاجئ في نالان، وبيقول لها انها ما سلمتش عليه في الجنازه ومبقتش عايزه تبص في وشه، وبيترجاها انها تتصرف وتخليه يتكلم معاها، والا هيضطر انه يدخل القصر تاني عشان يتكلم معاها بنفسه. فبتوعده انها تحاول تخليها تخرج وتكلمه، لكنها بتحذره من الدخول للقصر. وفي السهره بيتصل سيدات بالبنات اللي غالب اختارهم، وبيطلب منهم يسهروا معاه عشان يختار منهم سكرتيره جديده ليه. اما نالان فبتبقى لسه حزينه، لكن بلور مش بتراعي ده، وبتطلب منها انها تخرج معاها للجراج عشان يجيبوا العربيه بتاعتها، وطبعا بتبقى قصده تخرجها من القصر عشان خيري يقدر يتكلم معاها. وبعد الحاح بتوافق نالان انها تخرج، وبتبعت بلور رساله لخيري وبتعرفه ان هم هيكونوا في الجراج بعد دقايق. ولها بتشوفهم سيلين خارجين بتقول انها هتروح على المطبخ، بس بتبقى عايزه تراقب تحركات نالان. بس لما بتخرج من باب البيت بيلحقها امير وبيسالها ليه قالت لهم انها رايحه المطبخ وخرجت من البيت، فبيشغلها معاه وبتنسى نالان شويه. اما نالان فبتبقى واقفه قدام خيري اللي بيسالها ليه متغيره معاه، وبيقول لها ان اللي كانت واقفه في طريق سعادتهم ماتت. وبتتفاجئ نالان من وقاحته وبتقول انها مش عايزه تشوفه تاني، وبتفهمه انها خلاص اقتنعت ان علاقتهم ببعض غلط، وبتهدده انه لو ما بعدش عنها هتضطر تكلم عمها رأفت عشان يساعدها. وفي الطريق للبيت بتشوف نالان وبلور سيلين وهي واقفه تتكلم مع امير، وبتضايق سيلين وبتقول لامير ان هم هيفتكروا ان في حاجه ما بينهم. وجوه القصر بتحاول بلور انها تعتذر لنالان لانها خدعتها وخلتها تقابل خيري، لكن نالان ما بتقبلش مبرراتها وبتطلب منها تسيبها لوحدها، فبتضطر بلور انها تمشي. وبعد نص الليل بيلاحظ مظفر غياب سيدات عن البيت، فبيطلب من سيلين انها تتصل بيه، ولما بتتصل بيه بتعرف انه سهران في مالها ليلي، بس بيكذب عليها وبيقول لها انه سهران في الشغل، وبيطلب منها ما تكلموش تاني لحد ما يرجع البيت بنفسه. ولما ما بتقدرش نالان تنام بتروح تقعد مع مظفر، بتقول انها لسه حاسه بوجود جدتها في البيت كانها طول الوقت مستنيها ترجع للحياه وتكلمها. فبيسالها مظفر ان كانت حاسه بالذنب اتجاه موتها، فبتقول انه في جواها حزن وغضب وخوف، بس كانت بتحبها وما بتحبش تزعلها، وبتكلمه عن علاقتها المعقده بيها، وبتفهمه انها طول الوقت كانت خايفه عليها وعشان كده كانت بتقف قدام باب اوضتها عشان تطمن عليها. وفي النهايه بتقول انها اخيرا بقت حره، وعشان كده هي مضطره تاخد قراراتها بنفسها، واول قرار هتاخده هو انها تبعد عن خيري، وده على الرغم من انها بتحبه، لكن الحب ده كان غلط وكان لازم تتراجع عنه من زمان. وبتساله ان كان حب واحده قبل كده، واكتشف فجاه ان العلاقه دي غلط، فبيقول لها مظفر انه دخل في تجارب سيئه بسبب الحب بسبب انه احدث، فبتلومه نالان لانه شايف نفسه بطريقه وحشه، وبتستاذنه عشان تنام على رجليه، وبتطلب منه انه يواسيها ويحط ايده على شعرها. وفي الملهى الليلي بيقول سيدات للبنات اللي معاه انه اختار ايباك عشان تكون سكرتيرته الجديده، وبيطلب منهم انهم يروحوا ويسيبوهم معاها عشان يبداوا شغلهم مع بعض. ولما بيلاحظ رأفت غياب سيدات عن البيت بيسال تاكو اللي بيقول له انه ما يعرفش عنه اي حاجه، فبيقول له رأفت ان سيدات هيفضل غير مسؤول نهايه عمره، وبيطلب منه يبعته له على اوضته اول ما يوصل. في اللحظه دي بيكون خيري تخطى كل الحدود ودخل للقصر، وبيتسحب لحد ما بيوصل لاوضه نالان، بس ما بيكونش عارف انها في اوضه مظفر، وبيدخل الاوضه وبينادي عليها بس ما بيلاقيهاش. ولسوء حظه ان سيدات بيرجع في الوقت ده، واول ما بيفتح بيلاقيه قدامه، وعلى طول بياخده سيدات على تحته. اول ما بتشوفه جلسه هم بتساله عن سبب وجوده، فبيقول لها سيدات انه كان في اوضته، وبيطلب منه قدام الكل انه يتكلم ويقول هو كان بيعمل ايه في الاوضه بتاعته. وطبعا خيري ما بيقدرش يرد، فبيضربه سيدات، وبتحاول جلسه وسيلين ان هم يخلصوهم من بعض. اما مظفر فبيسمع اصوات الخناقه وهو قاعد في اوضته، وكمان رأفت بيسمع بودانه اللي بيحصل، وبيقرر انه ينزل يشوف بنفسه ايه اللي بيحصل،
بس تاكو بيكذب عليه وبيقول انه جولسهم بتزعق لسيدات عشان يتاخر بره وبيطلب منه ينام ويرتاح وما يشغلش باله. لما بنرجع لسيدات بنلاقيه لسه بيتخانق مع خيري، ولما بيشوف مظفر بيقول انه لقى خيري في اوضته وبيطلب منه يتصرف معاه، فبياخده وبيطلعوا قدام القصر. اما نالن لما بتشوف اللي بيحصل ما بتكونش قادره تفهم ايه اللي بيحصل ده، وبتسالهم عن سبب وجود خيري في القصر، فبتحكي لها جولسهم على اللي حصل، وهنا بتفهم نالن ان خيري هيفضل وراها ومش هيسيبها في حالها، فبتطلع للاوضه بتاعتها وبتقف في الشباك عشان بتراقب اللي بيحصل بين سيدات وخيري ومظفر، وبتشوف سيدات هو لسه مصمم يضرب خيري، وبيساله للمره الثالثه عن سبب وجوده في الاوضه، فبيجاوبه خيري بكل برود وبيقول انه كان جاي يدي لنالن علبه شوكولاته من اللي هي بتحبها، وهنا بيضطر مظفر انه يتدخل عشان يهدي الجو شويه، وبيقول لسيدات ان هو اللي طلب من خيري يجيب الشوكولاته، بس اتسرع وطلع يوديها بنفسه لنالن، وكان الواجب عليه انه يستنى لحد ما ياخدها منه. ولما بيفهم خيري ان مظفر حل المشكله بيروح على بيته، وبعدها بيلوم مظفر سيدات على غيابه بره القصر وعلى عدم وجوده جنب مراته في ازمتها، ولما بيقول له سيدات انه كان في الشغل بيلومه مظفر وبيفهمه انه مش هيقدر يضحك عليه زي ما بيضحك على ابوه. وعشان يبان خيري بشكل لطيف قدام نالن بيبعت لها رساله اعتذار وبيقول لها فيها انه ما كانش صح يدخل البيت بدون علمها، وبيقف قدام القصر وبيشغل الاغنيه اللي كانوا بيسمعوها زمان مع بعض، وبتقف نالن في الشباك بعد سيدات ما بينام وبتبص عليه، هما الاثنين بيفتكروا اللحظات الحلوه اللي قضوها سوا قبل ما يكشفوا والكل يعرف علاقتهم ببعض. لكن في النهايه بتقفل الستاره وبتتمنى انه يبعد عنها، وفي اللحظه دي بيصحى سيدات من النوم على صوت الاغاني، وبيقف في الشباك وبيزعق للي مشغلها عشان يقفلها ويمشي، بس ما بيكونش عارف ان اللي مشغل الاغاني هو خيري. ولما بيطلب سيدات من نالن انها تروح معاه على الشركه بتقوله نالن انها هتتبرع بهدوم جدتها فريده للمحتاجين، وبعدها لازم تقعد في البيت فتره. وبعد شويه بتروح لمظفر اوضته وبتسالهم كان عارف سبب دخول خيري القصر، فبيكذب عليها وبيقول لها انه كان جاي عشان يديها الشوكولاته. ولما بيوصل خيري البيت وبيقضي الليل وهو بيفتكر ذكرياته مع نالن وبيعيط لانها بتضيع من ايديه. وتاني يوم الصبح بتصحى نالن من نومها بدري وبتحضر الفطار بنفسها، ولما بتشوفها دوندو بتجري على جولسهن وبتحكي لها هي والعيله عن الفطار اللي نالن بتحضره، وبيروحوا كلهم يتفرجوا عليها وبيبقوا معجبين بالاكل جدا، وبتقلق حفيظ عليها وبتسالها ان كانت تعبانه، فبتقول لها نالن انها كويسه ولسه بعقلها، بس بتحاول تعمل اللي جدتها فريده كانت بتنتظره منها، وبتطلب منهم ان هم يساعدوها وياخدوا الاطباق للسفره. وبعد الفطار بتقول سيلين لباباها انها قلقانه على نالن، وبتقترح ان هم يودوها لطبيب نفسي، بس ليفانت بيقول لها ان نالن ما عملتش حاجه غريبه وانها بتحاول تشغل وقتها وتعمل حاجه بتحبها، لكن مظفر بيقول ان نالن بتحاول تحبس اوجاعها جواها. وقبل ما يروح سيدات على شغله بيطلب من تاكو انه يكون جاسوسه في البيت، وبياكد عليه انه لازم يتصل بيه لو شاف خيري بيقرب من البيت، وانه لازم يعرفه تحركات نالن لما تخرج من البيت كمان. وبعدها بتقرر نالن انها تحتفظ بجزء من هدوم جدتها فريده وتتبرع بالجزء الباقي، وبتطلب من حفيظه انها تساعدها، وفجاه بيتصل رقم مجهول بحفيظه، ولما بترد عليه بتسمع صوت متين، وبتقفل في وشه السكه وبتقول لنالن انه مجرد شخص طلب رقم غلط. ولما بتوصل بلور بتسالها نالن بلهفه ان كانت جابت اللي هم اتفقوا عليه، فبتطمنها بلور. وهنا بتقول نالن لحفيظه انها خارجه تشم هوا مع بلور، بتاكد لها انها توفي بوعودها لجدتها ومش هتغلط تاني، وبتبعت رساله لخيري بتقول له فيها انها هتقابله في الحديقه بعد ساعتين. وفي نفس الوقت ده بيوصل سيدات على الشركه وبيتفاجئ بايباك سكرتيرته الجديده وهي بتبلغه بالمواعيد والاجتماعات اللي عنده، فجأة كمان لما بيلاقيها مجهزه له مكتبه الجديد وحاطه له فيه كل الحاجات اللي هو بيحبها، فبيحاول يفرض سيطرته ويستعرض عضلاته قدامها، وبيطلب منها تبلغ ليفانت وسيلين بتعليماته الجديده اللي بتبقى بخصوص مواعيد شرب القهوه في الشغل. وبعدها بيتصل تاكو بسيداته بيقول ان نالن خرجت مع بلور، وبيقول له كمان ان هم راحوا الحديقه القريبه من شط البحر، وبيتصل سيدات بنالن بس ما بتردش عليه، وبيقرر يشغل نفسه بالمرور على الموظفين. ولما بيعدي من قدام مكتب سيلين بتتخانق معاه وبتقول انه مش هيتحكم في مواعيد شربهم للقهوه، فبيرد عليها ببرود وبيقول لها ان هو رئيسها في الشغل ولازم تسمع كلامه، لو ما عندهاش استعداد انها تكون موظفه مطيعه ممكن تطلب من باباهم انه ينقلها هي وليفانت الفندق تاني، وهناك يقدروا يشربوا قهوه براحتهم. ولما بنرجع لتاكو بنلاقيه بيجر الشنطه اللي فيها هدوم فريده هو ودوندو، وبيخرجوا من القصر عشان يروحوا دار مسنين ويتبرعوا للنزلاء بتوعها بالهدوم. اما نالن فبتكون واقفه في الحديقه قدام خيري وبتدي له شجره المانويلا الصغيره، وبتقول له انها دلوقتي ما بقتش تخصها وان دي اخر مره هيتقابلوا فيها، لازم يبطل حركات المراهقين اللي بيعملها ويبعد عنها بشكل نهائي. ولما بيمشي خيري بتلاحظ نالن ان سيدات اتصل بيها كتير جدا، بيتصل بيه وبتساله ليه بيتصل بيها، فبيقول لها ان جوزها من هنا ورايح لازم تستاذن منه قبل ما تخرج، لازم تعرفه هي رايحه فين وجايه منين. وفي نفس الوقت ده بتكون حفيظه قاعده مع متين وبيشرح لها قد ايه تربيته كانت قاسيه وقد ايه هو كان مكبوت، وبتتعصب عليه حفيظه وبتقول انه مستحيل يلاقي مبرر للجريمه اللي هو ارتكبها، وبتفهمه انه بوظ حياتهم كلهم، فبيقول لها انه عارف انه غلط غلطه كبيره وانه مفيش حاجه ممكن تخليه يصلح اللي حصل، بس حب سما وهي كمان حبته، وبتطلب منه حفيظه انه يسكت لان سما كانت بنت صغيره وقت اعتدى عليها، وبتقول انه شخص مجرم والمفروض يخرج من حياتهم للابد. وبيقرر متين انه يستعطفها وبيقول لها انه مريض وقدامه 6 شهور بس ويموت، وبيطلب منها تساعده عشان يتكلم مع بنته وياخدها في حضنه، بس ما بتتاثرش وبتقول ان المرض والموت نهايه مناسبه لمجرم زيه، وبتسيبه وبترجع على البيت. بعدها بياخد سيدات خطوه مفاجاه للكل
وبيقابل جويد ويطلب منه يكون من المستشارين بتوعه، ولما بيرفض جويد وبيقوله ان ابوه موجود ويقدر يعتمد عليه في اي وقت، بيصمم سادات على طلبه وبيترجاه وبيوافق، بيقوله ان النجاح سهل ومتاح بس لازم يكون عنده اصرار وصبر عشان يوصل لمكانه عاليه. في نفس الوقت ده بتجهز جولسهم بنفسها علشان تروح الجمعيه الخيريه، لكن بتدوخ وبتضطر نالان انها تخرج معاها وتوصلها وتستناها لحد ما تخلص مشوارها وترجع. وطبعا خيري بيبقى واقف قدام البيت وبيراقبهم، اول ما بيتحركوا بيسوق عربيته وبيطلع وراهم، ما بتلاحظش نالان ان خيري وراها ومراقب. في اللحظة دي بيتصل سادات بنالن، بيعرف منها انها بتوصل امه للجمعية، فبيسألها قدامها قد ايه وترجع للبيت، فبتتدخل مامته في الحوار وبتقوله ان الاجتماع مدته ساعة واحدة بس، وبيطلب منهم يخلوا بالهم من بعض. ولما بيقفل سادات مع نالن وبيطلب من سكرتيرته ايبك انه يسهر معاها هي وصاحبتها، بتوافق وبتقوله ان صاحبتها يفرحوا جدا، وبيبعت رسالة لنالن وبيعرفها انه هيتأخر في الشغل. وبعدها بتستنى نالن في عربيتها لحد جولسها ما تخلص اجتماعها وتخرج، وفجأة بيخبط خيري على الشباك وبيشغلها عن جولسها، واللي اول ما بتخلص اجتماعها وبتخرج ما بتلاقيش نالن وبتخاف عليها، فبتبعت لها رسالة صوتية تسألها فيها عن مكانها وبتطلب منها تتصل بيها أول ما تسمع الرسالة. في الملهى الليلي اللي سادات بيكون سهران فيه مع سكرتيرته إيباك وصاحبتها، بتكون سيلين هي كمان سهرانة مع أمير، بس لما بتشوف أخوها بتتصدم. ولما بنرجع لجولسهم بنلاقيها لسه قلقانة على نالن وبتحاول توصل لها، وبتتصل بدوندو عشان تعرف ان كانت نالن وصلت البيت ولا لا، فبتقول لها دوندو انها مرجعتش من وقت ما خرجت معاها. وفي نفس الوقت ده بتكون نالن مع خيري في بيته اللي بيبقى واخدها معاه غصب عنها، وبيقول لها انه لازم يتكلم معاها شوية، وبيطلب منها تدي فرصة يتكلم ويقول اللي في قلبه. اما جولسهم فبترجع البيت لوحدها، واول ما بتشوفها حفيظة بتقلق على نالن وبتتصل بيها، لكن ما بتردش انها بتبقى لسه في بيت خيري وسايبه تليفونها في العربيه، وبتحاول انها تقنع خيري يسيبها تروح، بس بيقول لها انه مش قادر يعيش من غيرها، وبيطلب منها تبص في عينيه وتقول انها مش بتحبه، وبتضغط على نفسها وبتقول انها مش بتحبه بس مش هيستسلم، وبيقرب منها وبيغلطوا مع بعض. بعدها بتقرر نالا انها تمشي بسرعه، ولما بنرجع لسليم بنلاقيها قررت تواجه سادات وبتهدده انها تقول لباباهم رأفت عن اللي هو بيعمله، وبيخاف وبيتوتر بس بيتجرأ عليها لما بيشوف امير، وبيقول لها انها ممكن تقول لباباهم عادي، بس هو كمان هيقول له عن سهرها مع امير لوحدهم. وقبل ما يرجعوا مع بعض على البيت بيتخانق سادات مع امير وبيضربوا، في الطريق للبيت بيتفقوا هما الاثنين ان هما يخبوا اللي حصل. وفي نفس الوقت ده بتفكر نالن في حجه تبرر بها غيابها، فبتتصل ببلور صاحبتها وتاخدها معاها للقصر، وهناك بتقول بلور للعيله ان نالن اتاخرت بسببها، وده لانها تعبت وطلبت منها المساعده، وعشان كده اخدتها للمستشفى واتاخرت معاها. ولما بتاخد نالن بلور على المطبخ بيروح وراهم مظفر وبيقول لهم انه عايز يعرف الحقيقه لانه مش مصدق اللي هما قالوه، فبتقول له نالن ان كانت صفحة وانطوت ومبقاش ينفع ان هم يشكوا فيها. وبعدها بنشوف سادات وسيلين وهم قاعدين قدام رأفت اللي بيبهدلهم عشان يتأخروا وكانوا قافلين تليفوناتهم، لكن سيلين بتكذب عليه وبتقوله ان هي وسادات كانوا في الشركة بيشتغل، وبتزعق لهم جولسهن وبتطلب منهم ما يقفلوش تليفوناتهم تاني، وبتعرف سادات ان نالن اختفت، ولما ظهرت عرفت انها كانت مع بيلور عشان مريضة، وبيقلق سادات على نالن وبيطلع عشان يشوفها. اما جولسهن فبتروح ورا سيلين وبتطلب منها تقول لها الحقيقة، لكن سيلين بتبقى مصرة على كذبتها. وفي نفس الوقت بتكون بيلور قدام القصر مستنيه العربية بتاعتها، لكن مظفر بيروح وراها وبيسألها لو كانت نالن رجعت لخيري مرة تانية، وعشان كده كذبت الكذبة دي، وبيعرفها انه لازم يتكلم مع خيري بنفسه لان نالن رافضة تحكي له اي حاجة، لكن بلور بتمسك ايده وبتترجى انه يستنى شوية لحد ما تتكلم مع نالن وتعرف منها كل حاجة، وبتوعده انها هتعرفه ويشوفوا مع بعض يقدروا يعملوا ايه. ولما بنرجع لنالن بنلاقيها في الحمام وبتفتكر قربها من خيري، وبتفتكر كلام فريدة لما كانت بتزعق لها عشان ما تقربش من الولاد وتحافظ على نفسها، وبتفوق نالن من ذكرياتها وبتعتذر لفريدة بينها وبين نفسها لانها ما سمعتش كلامها. ووقتها بيكون خيري في بيته وبيفتكر هو كمان الوقت اللي قضاه مع نالن، وبيبقى مبسوط جدا وبيحاول يتصل بيها عشان يسمع صوتها قبل ما ينام، بس نالن بتتوتر، واول ما بتسمع صوت سادات بتقفل التليفون وبتردش على مكالمه خيري. وبره الحمام بيحاول سادات يفتح التليفون نالن عشان يعرف مين اللي كان بيتصل بيها، ولما بيلاقيه مقفول بتكذب عليه نالن وبتقوله انه فاصل شحن، لكن سادات بيعرض عليها يحطه لها على الشاحن، ولما بترفض بيشك ان خيري لسه بيكلمها وبيضايقها، لكن نالن بتنكر الكلام ده وبتتعصب عليه وبيتاسف لها سادات وبيقول لها انه متوتر بسبب الشغل، وبيحاول يقرب منها بس بترفض وبتطرده بره الاوضه لحد ما تلبس هدومها. اما سليم فبتكون في اوضتها بتفتكر سهرتها مع امير وبتبقى ندمانه، بس ليفانت بيفضل يسالها عن سهرتها وبيقول لها انه مش مصدق الكلام اللي قالته الرأفت، وبتقول له سيلين انها كانت سهرانه مع اصحابها وانها شافت سادات وهو سهران مع ايباك السكرتيره بتاعته، وبيتعصب ليفانت جدا وبيلوم سادات على تصرفاته، وبيقول لسيلين انها لما تستاهلش واحد زيه، وبيعرفها ان لازم الزوج يحترم شريكه، لكن كلام ليفانت بيزعل سيلين وبيحسسها بالذنب اكتر. ولما بنرجع لنالن بنلاقيها خلصت لبس، بس سادات بيبقى مصمم انه يقرب منها، فبتبعده نالن عنها وبتروح ترجع في الحمام وبتبقى قرفانه منه. وطبعا سادات بيزعل من تصرفها، بس نالن بتزعق له، ولما بتنام نالن بتحلم انها في مكان ضلمه ومش قادره تشوف فريده، فبتخاف
وبتفضل تصرخ وتنادي عليها، بس سيدات بيحس بيها وبيفوقها من كابوسها وبيعرفها انها كانت بتنادي على مامتها، وبتقول له نالا انها وحشها جدا ونفسها تتكلم معاها. وتاني يوم بتروح نالا عند فريده وبتقول لها انها بقت حاسه بالوحده اكتر، وبتتمنى انها كانت تبقى لسه موجوده معاها، وبتعترف لها انها عملت حاجه وحشه جدا، وانها لو عرفتها ما كانتش هترضى تبص في وشها. وفجاه بيظهر خيري فبتلومه نالا لانه جه وراها، وبتسأله هو عارف مكانها ازاي، فبيقول لها خير انه بيفهمها من عينيها، وانه لو حس انها ندمانة على اللي حصل بينهم وتوقع انها هتيجي تزور فريد. وبيتضايق نالن منه وبتسيبه وبتمشي. في نفس الوقت بيعرف سيدات من حفيظة ان نالن راحت تزور قبر فريدة، فبيتضايق وبيلوم تاكو لانه ما عرفوش ان نالن خرجت، لكن جولسان بتسمعه وبتلومه هو لانه مصحيش وراح مع مراته المقابر، وبتفهمه ان نالن بتمر بفترة صعبة بسبب فقدانها لجدتها، وبتقوله انه لازم يكون جنبها ويعوضها، لكن سيدات بيتضايق منها لانها لسه شايفاه فاشل، وبيقول لها انه جوازه من نالن مستقر، وبيطلب منها تاخد بالها من سيرين شويه، وبيعرفها انه شافها في البار سهرانه مع امير، وبتتعصب جولسه وبتبقى مصره انها تنتقم من امير المره دي، وعشان كده بتبعت له رساله من تليفون سيلين وبتقول انها مستنيه في اوضه في الفندق. ولما بنرجع للنلم بنلاقيها لسه بتهرب من خيري، بس بيطلب منها انها ما تهربش منه، وبيقول لها انها مش واحده سيئه وان هما بيحبوا بعض ومن حقهم يعيشوا مبسوطين، وبيوعدها انه هيكون لها صديق وزوج وعيله لو بس مدت له ايديها ووافقت ان هما يكونوا سوا. بس السادات بيفضل يرن على نلم اللي بترفض ترد عليه، وبتطلب من خيري يبعد عنها وبتسيبه وبتمشي. بعد ما بتركب عربيتها بترد على سيدات اللي بيلومها لانها خرجت من غير اذنه، وبيفكرها انها مراته ومن حقه يعرف كل تحركاتها، وبيشك ان في حد معاها، لحد ما نالا بتوريه العربيه وهي متعصبه وبتقفل. وبعدها بيروح سيدات على الشركه وبيقابل ايباك اللي بتقوله المواعيد بتاعته، وبتعرفه انها كانت قلقانه عليه بسبب مشكلته مع امير وكانت عايزه تتصل بيه، بس سيدات بيطمنها وبيفضل يمدح فيها وفي جمالها، وبيطلب منها تدخله نالا اول ما توصل. بس ايباك اول ما بتسمع اسم نالا بتتضايق، وبيبقى واضح عليها انها معجبه بسيدات. بعد شويه بتوصل نالا على الشركه وبتقابل بلور اللي بتبقى مصممه تعرف هي اختفت فين امبارح، وبتقول لها انها عارفه انها كانت مع خيري، لكن نالا بترفض تقول لها في الاول، لحد ما بلور بتفهم انها قربت من خيري، والغريب ان بلور بتفرح لها جدا وبتقول لها انها ما كانتش متوقعه انها تعمل حاجه زي كده، وبتسالها عن شعورها وقتها، فبتقول لها نالا انها ندمانه ان احساسها كان مختلف عن احساسها مع سيدات، وبتعرفها ان سيدات لما كان بيقرب منها كانت بتحس انها عايزه تهرب منه وانها مش مبسوطه، وبتقول لها بلور ان سيدات اناني وعاوز هو اللي يتبسط وبس، وخيري مختلف عنه، وبتسالها لو كانوا هيتقابلوا مره تانية، بس نالا بتعرفها انها مش هترجع لخيري وهتنسى اللي حصل ده، وبتطلب منها تنسى هي كمان. وبعدها بيروحوا مع بعض عند مكتب ايباك اللي بتكون بتتفرج على صور سيدات ونالا، وشايفه ان نالا وحشه ومستغربه ازاي سيدات اتجوزها، واول ما بتدخل نالا عليها بتتصدم وبتفضل تبص، بس بلور بتسالها عن سيدات وبيعرفوا انه في اجتماع، وبتطلع ايباك عشان تجيب لهم حاجه يشربوها، بس بلور ما بتكونش مرتاحه لها وبتقول ده لنالن، واللي بيجي لها رساله من خيري يطلب منها ان هم يتقابلوا بالليل عشان يتكلموا. ولما بتشوف بلور الرساله بتقول لنالن انها مش هتقدر تقول لها تعمل ايه وما تعملش ايه، بس بتفكرها انها هي وخيري بيحبوا بعض ومبسوطين سوا، وبتقول لها ان فريده هي اللي عقدتها وانها مش عارفه تفك عقدتها دي ازاي، وبتفهمها ان عادي ان هي وخيري يتقابلوا ويتكلموا ويحددوا مستقبلهم مع بعض. ولما بنرجع لجولسه بنلاقيها عند امير في اوضته، وبتحاول انها تهدده وتخوفه عشان يبعد عن سيلين، وبتفكروا انها متجوزه، لكن امير بيعاملها ببرود جدا وبيستهزئ بيها، وبيقول لها انه على علاقه بسيلين من اول ما رجع اسطنبول، وبيعرفها ان هما لسه بيحبوا بعض وان سيلين ما قدرتش تنساه بعد السنين دي كلها، وبيسيبها وبيمشي، لكن الصدمة بتبقى كبيرة على جولسهن. وبعدها بيخلص سيدات اجتماعه وبيروح لنالن وبيقول لها انها وحشته انه عاوزها تكون قريبة منه، بس نالن بتزعقله وبتقوله انه مراته ويقدر يشوفها في البيت. وفجأة تليفونها بيرن وبيسألها سيدات عن اللي بيتصل بيها، وبتقوله نالن انه محمد صاحب ابوها وانها مش عايزة ترد عليه، لكن سيدات بيشك فيها وبيسألها لو كان خيري هو اللي بيتصل بيها، وبيخطف منها التليفون عشان يتأكد، فبتزعقله نالن وبتقوله انها اتخنقت من اسلوبه ومش قادرة تتنفس. وبتيجي بلور على صوتهم العالي وبتقول نالن لسيدات انها هتروح عند بلور في البيت تهتم بيها لانها عبانة. واول ما بتطلع من عنده بتشتكي لبلور من تصرفاته، وبتقول لها انها اتخنقت لانه ما بقاش يفكر غير في خير، لكن بلور بتقول لها انه ممكن يروحوا المطعم الكباب ويتكلموا هناك ويغيروا جو، وبتوافق نالان على اقتراحها، وما بيكونوش عارفين ان ايباك بتتنصت عليهم وبتسمع هما بيقولوا ايه. في نفس الوقت بتكون جولسه هنوصلت على القصر، لكن بيبان عليها انها تعبانه لدرجه انها ما بتقدرش ترد على مكالمه جويد، وبتقع على الارض، وبيقرر جويد انه يروح لها على القصر على طول. اما مظفر فبيبقى عند خيري في البيت، وبيقول له انه عارف انه قابل نالان، وبيفهمه انه بتمر بفترة صعبة بسبب فقدانها الفريدة، وبيطلب منه يبعد عنها، لكن خيري بيأكد له ان علاقتهم انتهت وان هما بيشوفوش بعض. وعلى الرغم من كده مظفر بيهدده انه لو زعل نالن او خلاها تعيط في يوم هو اللي هيقفله. بعد ما بيمشي مظفر بيتضايق خيري، وبيكون شايف ان سيدات وعيلته هم السبب ان نالن مش موافقه ترجع له. وقتها بيكون جويد عند جولسهن وبيطلب منها انها تتكلم مع سيلين وتعرف منها اللي حصل قبل ما تصدق كلام امير، وبيقول لها كمان انه بيحبش امير ومستعد يساعدها لو سمحت، وبيسيبها وبيمشي قبل ما رأفة تيجي، وبيقول لها انها مش لوحدها وتقدر تكلمه في اي وقت محتاجه له فيه. ولما بنرجع لنالن بنلاقيها عند بلور، بس سيدات بيتصل بيها عشان يتاكد،
بتمثل بلور انها تعبانه وبتقوله ان نالا معاها وبتهتم بيها. واول ما بيقفل سادات بتقترح بلور على نالا ان هما يتصلوا بخيري عشان يسهر معاهم، لكن نالا بترفض وبتقول لها انها لو عملت كده هيتاكد خيري من انها مش ندمانه وموافقه على اللي حصل. اما سادات فبيبقى بيجهز علشان يروح، لكن ايبك بتروح وبتقول ان نالا كدبت عليه وان بلور مش تعبانه وان هما هيروحوا يسهروا مع بعض في مطعم كباب قريب من بيت بلور. وبيتضايق سادات وبيطلع من الشركه على طول. وفي الوقت اللي بيكون فيه ماتين بيجهز طرد وعاوز يبعته لنالن، بتبقى في المطعم بتاع الكباب هي وبلور ومبسوطين. وفجاه بيتصل خيري ببلور وبيشتكرها لان علاقته بنالن مش احسن حاجه، وبيطلب منها تنصحه يعمل ايه عشان يقدر يصلح علاقته معاها. فبتعرفه بلور ان هما في مطعم كباب وبتطلب منه يجي لهم، وطبعا نالن ما بتكونش موافقه على اللي بيحصل وبتزعق لبلور. بس بلور بتقول لها ان عارفاها كويس وعارفه ان فريده عملت لها عقد، انها متعوده طول الوقت تعاقب نفسها، وعشان كده لما وقعت في الحب بتعاقب نفسها وعايزه تبعد عن خيري. وبتقول لها كمان لو سادات زوج بجد وقدر يقدرها ما كانتش وقعت في حب واحد تاني غيره. وبتعرفها ان جوازها من سادات هيدمرها، وبتفهمها ان الحياه قصيره ومن حقها تكون سعيده فيها. وبعد ما بتخلص كلامها بتقول لها ان لو عايزه تمشي قبل ما خيري يوصل تقدر تعمل ده. وقتها بيوصل الطرد بتاع متين على القصر وبيستلم تاكو وبيكتشف انه معلوش اسم وبيكونش عارف يديه لمين. وكمان بتوصل سيلين، ولما بتعرف ان جولسان تعبانه بتطلع لها على طول. لما بنرجع لنالن بنلاقيها متوتره عشان هتقابل خيري اللي بيبقى خلاص وصل للمطعم. واول ما بتشوفه بلور بتستاذن وبتسيبهم لوحدهم، وبيروح خيري يقعد جنب نالن من غير ما يتكلم. لما بيلاقيها متوتره بيمسك ايدها وبيهديها، وبيبقى مبسوط جدا لان هما مع بعض. في نفس الوقت بيكون سادات في طريقه للمطعم وبيلاقي زحمه وبيكون متضايق جدا. ولما بنرجع لسيلين بنلاقيها عند جولسان وبتحاول تقنعها ان هما يروحوا للدكتور يطمنهم عليها، لكن جولسان بتصدمها وبتقول لها ان هي اللي وصلتها للحاله دي، وبتعرفها بكلامها مع امير. لكن سيلين بتنكر كل الكلام ده وبتبقى مصممه ان امير كذاب، وبتلوم جولسان عشان مصدقه امير ومكدباها. لكن جولسان بتقول لها ان امير كان واثق من نفسه وهو بيقول لها الكلام ده، وبتزعل منها سيلين لانها مش واثقه فيها وبتسيبها وبتمشي. بس بتتفاجئ بليفانت على الباب، ووقتها بيوصل رأفت وبيشوف الطرد اللي تاكو استلمه وبيلومه لانه استلم حاجه ما يعرفش هي لمين، وبيخوفه وبيقول له ده ممكن يكون فيها قنبله، وبيطلب منهم يجيب له مقص عشان يفتحوا الطرد. وفعلا بيروح تاكو يجيب المقص وبيبقى خايف يفتحه، بس بيتصدموا بانه جواه رسائل نالن، وبيبقى رأفت عنده فضول يفتح الرسائل وبتشوفه حفيظه وبتتوتر جدا. وفي نفس الوقت بتكون سيلين في اوضتها وبتعيط، وبيروح لها ليفانت وبيسالها لو كان في حاجه عايزه تقولها له. اما خيري فبيكون لسه مع نالن وبلور، وبيبدا يتغزل في نالن واللي بتبقى مبسوطه لانه معاها. واول ما بينزل الاكل بتطلب بلور من خيري انه يعمل لهم سندوتشات كباب وبصل وكمون زي اللي عملها لهم قبل كده، فبيوافق خيري وبيسيبهم وبيدخل المطبخ عند الشيف عشان يشوي البصل. وبتبقى نالن مبسوطه وبتشكر بلور عشان هي في حياتها. ووقتها بيكون سادات وصل على المطعم، واول ما بتشوفه نالن بتتغير على طول وبتتوتر، وبيبدا سادات يسخر منها وبيزعق لها لانها بتضحك عليه وبتستغفله. لما بيشوفه خيري بيبقى عاوز يتخانق معاه لانه بيزعق لنالن، بس بلور بتلحقه وبتمنعه. اما نالن فبتطلب من سادات ان هم يرجعوا على البيت ويتكلموا، وبيفكرها سادات بتهرب، بس نالن بتصمم وبتقوله انه فضحهم في المطعم وبتاخده وبتمشي. وبيحاول خيري يروح وراهم وبيقول لبلور انها كانت لازم تقوله انها بتحبوش ومش عايزاه، لكن بلور بتقوله ان الموضوع مش سهل زي ما هو متخيل، وبتفكره ان نالن تربيه فريده، وبيقتنع خيري بكلامها وبيسكت. لما بنرجع للقصر بنلاقي حفيظه عايزه تاخد الرسائل من رأفت اللي بيبقى متعصب وبيفضل يسالها عن اللي بعته، وبتيجي جولسهن على صوته وبتحاول انها تهديه. فبتقول لهم حفيظه ان فريده كانت دايما بتتبرع لدار ايتام، وان الاطفال لما عرفوا انها ماتت بعتوا الرسائل دي لنالن عشان يواسوها، وبتطلب منهم تاخد الرسائل دي اوضتها لحد ما نالن تبقى احسن وتديها لها. وبعدها بنشوف حفيظه في اوضتها ومعاها الرسائل، وبتفتكر وصيه فريده ليها وانها كانت موصيها تبعد نالن عن خيري ومتين. فجاه بتدخل عليها جولسهن وبتقول لها انها كانت عارفه ان فريده مش ام نالن الحقيقيه، وبتقول لها كمان انها عارفه ان الرسائل دي مش من الاطفال، وبتوعدها انها تكون سرها وهتساعدها ومش هتقول لحد على الرسائل دي، وبتطلب من حفيظه تخبيها. وفعلا بتاخد حفيظه صندوق الرسائل وبتحطه في الدرج وبتطلع مع جولسهن. ولما بنرجع لسيلين بنلاقيها مع ليفانت وبتحكي له عن كلام امير لجولسهن، وبتقول له ان واحد مريض وبيتخيل، وبيتعصب ليفانت وبيبقى عاوز يتخانق معاه، بس سيلين بتهديه وبتقول انها حكت له علشان يحللها الموضوع مش يعقده اكتر. وبيحضنها ليفانت وبيقول لها انه مصدقها وهي واقف جنبها وهيساعدها. في نفس الوقت بتكون نالن في العربيه مع سادات اللي بيفضل يزعق لها لانها كدبت عليه. لما بتقول ان بلور حبت تاكل بره البيت ما بيصدقهاش، وبيقول لها ان هم كانوا مخططين لكل ده من الصبح، وبيعرفها ان ايبك سمعتهم وقالت له كل حاجه. فبتتضايق نالن وبتقول انه عرف يختار سكرتيره شبهه. اما خيري فبيكون قلقان على نالن وهيتجنن، وبيطلب من بلور انها تتصل بيها، بس بترفض وبتقول ان هم بالشكل ده هيكبروا الموضوع اكتر وهيخلوا سادات يشك فيها. بس خيري ما بيكونش عاقل
وبيهدد بلور انه هيروح القصر عشان يعرف اللي بيحصل. فبتهدي بلور وبتتصل بمظفر وبتحكي له اللي حصل وبتطلب منه يطمنها على نالان وبتطلب من خير انه يروح البيت ويستنى مكالمة منها عشان تقوله اللي حصل. وبعدها بيكون سيدات ونالان وصلوا على القصر وبيكون سيدات لسه بيزعق لها لان نالان بتستغفله. فبيسألها ليه خبت عليه، فبتقوله نالان ان هو اللي وصلها للمرحلة دي وبتعرفه انها بتحس بالوحدة حتى وهو معاها. ولما بيحاول سيدات يعترض بتفكره انه اتجوزها وهو مرتبط بواحدة تانية، وبتقوله انه كان بيسيبها وبيروح يسهر معاها، وبتفكره كمان انه لو جانا فضلت عايشة كان هيبقى عنده ولد من واحدة تانية غيرها. وبيتضايق سيدات من كلامها وبيحاول يسكتها بالعافية، لكن نالان بتصرخ وبتفضل تزعق له عشان يسكتها، بيبقى على وشك انه يضربها. كان مظفر بيدخل عليهم في اخر لحظة وبيقول لسيدات انه هيكسر له ايده قبل ما تتمد على نالان. وبيجي رأفت وبيسأل عن اللي بيحصل، لكن نالان بتسيبهم وبتمشي. بيروح مظفر وراها وبيترجاها انها ما تطلعش من البيت، بيطلب منها تروح مع اوضته يتكلموا لاخر مرة. اما سيدات فبيكون لسه في اوضته وبيحاول رأفت يعرف منه اللي حصل، لكن سيدات بيرفض يحكي له وبيقول انه هيطلعه غلطان كالعادة ومش هيقف معاه. ولما بنرجع لنالان بنلاقيه بتقول لمظفر انها لازم تنهي جوازها بسيدات، وبتعرفه ان سيدات ما بقاش يحترمها بسبب انه خانها اكتر من مرة وكان هيجيب ولد من واحدة غيرها، وهي سكتت وكملت معاه. وبتقول انها لو عايزة الناس تحترمها لازم تحترم حياتها الاول، وبتعرفه انها كانت مكملة مع سيدات بس عشان فريدة. فبيسألها مظفر لو كانت اخذت القرار ده عشان خيري، لكن نالان بتأكد له ان الموضوع ملوش علاقة بخيري، وبتقول انها كانت مكملة مع سيدات علشان فريدة وانها بقتش تخاف ومستعدة تواجه رأفت وسيدات بموضوع طلاقها وتنهي الموضوع. ولما بيسمع مظفر كلامها بيقدرش يتكلم وبيسيب لها الاوضه تنام فيها لحد ما تتكلم معها الصبح. وفي نفس الوقت بيكون خيري مش قادر ينام من القلق، وفي الاخر بيقرر انه يتصل بنالان عشان يطمن عليها. فبترد عليه نالان وبتطمنه عليها وبتطلب منه كمان يتقابلوا تاني يوم الصبح عشان تحكي له عن اللي حصل معاها. وتاني يوم بتروح نالان تجهز وبتطلع وسيدات نايم، وبتقابل حفيظه اللي بتبقى قلقانه عليها، بس نالان بتقول لها انها كويسه وبتعرفها ان هما لازم يمشوا ويسيبوا البيت بعد ما سيدات حاول يضربها. وبتطلب منها انها تلم حاجتها وحاجه فريده، وبتعرفها انها تروح تبدل العربيه بتاعتها وترجع بالليل تاخد هدومها ويمشوا. في الوقت اللي بيجهز خيري فيه عشان يروح لنالان وبياخد كل الفلوس اللي معاه عشان يكفوا حساب الفطار، بيكون مظفر عند سيدات في الاوضه وبيسالوا عن نالان، لكن سيدات بيقولوا انه مش متحمل منه كلام، وبيعرفوا ان نالان بتحس بالوحده وهي معاه وعشان كده قرر يسيبها تعمل اللي هي عايزاه. وبيسالوا مظفر هيعمل ايه في علاقته معاها، بس بيفهمه انه مش هيتغير وانها لو مش عاجبها تقدر تتطلق منه. وبيبعت مظفر رساله لبلور وبيطلب يقابلها. وبعدها بيبقى خيري وصل على المطعم وبيلاقي نالان طلبت الاكل، وبيبقى باين عليها مبسوطه جدا وطبعا بيستغرب منها. فبتطمنه نالان وبتقول انها كويسه. ولما بيسالها خيري عن اللي سيدات عملوا معاها بترفض تحكي له، بس بتقول انها بتشكره على اللي عملوا معاها لانه خلاها تفتح عيونها. وبتعرفه انها هتسيب القصر هي وحفيظه وهيروحوا يعيشوا مع بلور لحد ما تلاقي شغل وتاجر لها بيت خاص بيها. والغريب ان خيري ما بيفرحش بالكلام ده وبيمثل انه بيشجعها وبيقول لها انها مختلفه، وانه بقاش شايف في عينيها الخوف بتاع زمان. وفي القصر بيكون ليفاند زعلان من جولسهن وبيقول لها ان سيلين حكت له كل حاجه وبيلومها لانها صدقت امير وكذبت سيلين، وبيطلب منها انها تعتذر لها، لكن جولسهن ما بتردش عليه وبتسيبه وبتمشي. ووقتها بتكون حفيظه بتحط لنالان هدومها في الدولاب، بس بتلمح متين واقف قدام القصر وبتنزل له على طول وبتزعق له لانه صمم يقول لنالان الحقيقه، وبتقول انها مش هتسمح له يقرب منها، وبتعرفه انها هتتصدم لان هما ما حكولهاش اي حاجه، لكن متين بيقول لها انه عاوز يحكي لنالان ويطلب منها تسامحه قبل ما تموت، بيطلب منها انها تحس بيه، لكن رأفت بيشوفهم بالصدفه وبيروح يسلم على متين وبيبقى مفتكره محمد صاحب عادل. فبتتوتر حفيظه وبتقول له رأفت ان محمد كان عاوز يشوف نالان وانه هيمشوا على طول، بس متين بيقرب من حفيظه وبيعرفها انه هيرجع لنالان مره تانية. ولما بنرجع لمظفر بنلاقيه قاعد مع بلور وبيحكي لها عن اللي حصل مع نالان وبيقول لها انه عاوز تتطلق من سيدات. فبتقول له بلور ان ده المفروض يحصل، وبيأيدها مظفر في ده بس بيحذرها من اللي هيحصل بعد كده، وبيقول لها ان نالان بعد ما هتسيب سيدات هتعيش حياتها زي ما هي حابه مع خير، وبيفهمها ان خيري شايف نالان هدف وعشان كده هيوافقها على اي حاجه هي عايزاها لحد ما تبقى في بيت، وهيمنعها من الشغل من انها تعمل اي حاجه بتحبها، وبيعرفها انه هيمنعها من انها تشوفها هي شخصيا، وبيقول لها ان دور نالان هيقتصر على انها تقعد في البيت تنظف وتطبخ وتستنى خيري يرجع من الشغل. وبيخوفها اكتر وبيقول لها ان وقتها خيري هيمل منها ونالان هتلوم نفسها لان خيري ما بقاش مهتم بيها زي الاول، وهتشوف ان هي السبب والخوف هيرجع لها مره تانية، وهتخاف تخسر خيري لان هو الوحيد اللي هيبقى باقي لها. وفعلا بلور بتخاف من كلامه ده جدا وبتساله عن اللي المفروض يعملوه، فبيقول لها مظفر ان هما لازم يفضلوا جنبها بعد طلاقها من سيدات. فبتقول له بلور ان نفسها كل البنات يلاقوا راجل محترم يحبهم ويحترمهم، وبتبدا تلمح لمظفر ان هو نموذج الراجل المثالي. واول ما بيسمع منها مظفر الكلام ده بيتصدم وبيسيبها وبيمشي. وفي نفس الوقت بيكون سيدات في الشركه وبيبقى متضايق بسبب اللي حصل، لكن ايباك بتدخل له وبتعتذر له لانها قالت له كلام نالان وبلور، وبتقول انها قلقت عليه جدا وبتبدا تمدح فيه وبتقول انه راجل مثالي وانها بتتمنى تكون مع شخص زيه، وبتقول له كمان انه بيتعب جدا في الشغل ومن حقه
ويرجع يلاقي البيت هادي. فبيتبسط سادات من كلامها وبيقول لها ان هي الوحيده اللي شايفاه شخص كويس، وبيعرفها انها عديت له مزاجه وخلت معنوياته عاليه. ولما بنرجع لنلم بنلاقيها وصلت على القصر وبتفتكر كل اللي سادات عملوا معاها. وقتها بتتصل بيها بلور وبتطمنها نلم وبتقول لها انها هتجي لها بالليل وبتطلب منها ان هم يتقابلوا عشان تحكي لها عن اللي حصل. واول ما بتقفل بلور مع نلم بتلاقي بيك قدامها وبتقول لها ان سادات عايزاها في المكتب. وفعلا بتلوح له بلور وبتسألها سادات عن السبب اللي خلاهم يكذبوا عليه، وبيسألها كمان لو كانت عارفة ان نالا مش مبسوطة معاه. بس بلور بتقول ان نالا ما بتحكيلهاش اي حاجة عن حياتها الشخصية. هو طبعا سادات ما بيعجبوش ردها وبيهددها انها لو كذبت عليه تاني هيفصلها من الشغل. وفي نفس الوقت بتكون نالا رجعت على القصر وبتطلب من حفيظة انها تساعدها عشان تلم هدوم، لكن دوندو بتسمعهم وبتروح تقول لجولتهن اللي بتبقى في الاول مش مصدقاها وبتقرر تطلع بنفسها لنالا عشان تتأكد. اما نالا فبتبقى مبسوطة جدا وبتقول لحفيظة ان اخيرا حياتها هتتعدل، وبتطلب منها انها تاخد ذهبها بس وتسيب كل اللي سادات اشتراه لها، وده لانها مش عايزه حاجه تفكرها بيه. وبتعرفها انها ناويه تقعد عند بلور لحد ما تشتغل وتأجر بيه، لكن حفيظه بتقول لها انها مش هتحتاج تعمل ده. وبتعرفها ان عادل قبل ما يموت كان جايب لها بيت باسمها، وان فريده خبت عليها الموضوع ده وهي بتتبرع بالقصر بتاعها عشان تفضل مع سادات عشان ما لقاش مكان تاني تروحه. وبتزعل نالا من كلامها بس بتحمد ربنا ان عندها بيت، وبتقول لحفيظه ان هم هينقلوا على بيتها على طول. ووقتها بتوصل جولسهم فبتخبي نالا الشنط وبتتعامل عادي، لكن جولسهم بتفضل شاكه فيها وعشان كده بتقول لها انها تعبانه ومحتاجه تروح للدكتور، وبتطلب من نالا تروح معاه. وبتعرفها انها هتحجز مع الدكتور بكره الصبح، وبتوافق نالا وبتاكد لها انها هتبقى كويسه. وبعدها بنشوف ليفانت عند امير في الشركه وبيطلب منه يقول له ايه مشكلته مع سيلين. ولما بيعرفش امير يتكلم بيفكروا ليفانت انه كان مرتبط بسيلين ومعرفش قيمتها وسابوا بعض، وانه بعدها حبوا بعض ومع بعض بقالهم 10 سنين. وبيعرفوا ان سيلين حكت له كل حاجه، ان هم متفاهمين ومش هيقدر يفرق بينهم، وبيطلب منه يبعد عن سيلين وما يقربش منها مره تانية. وبالليل بتكون نالن عند بلور اللي بتقول لها انها خايفه من الخطوه اللي هتعملها بعد طلاقها من سادات، لكن نالن بتطمنها وبتقول لها انها مش هتاخد خطوات في علاقتها بخيري دلوقتي خالص، وبتبقى عايزه تسيبها عشان تتكلم مع رأفت وسادات في موضوع الطلاق. لكن بلور بتقترح عليها انها تروح معاها طالما هترجع معاها تاني للبيت. وفي القصر بتكون جولسه متضايقه لان سادات ما رجعش من الشغل لحد دلوقتي، وبتطلب من مظفر وسيلين وليفانت يروحوا يجيبوه قبل ما نالن ورأفت يرجعوا على البيت. وقتها بتكون نالن وصلت القصر وبتسمع سيلين وهي بتتكلم عن سادات، وبتقول انه اكيد مع واحده وبتكون متضايقه لانها مضطره تنظف وراها اخطائه. وبتسمعهم نالن وبلور وبيقرروا يروحوا وراهم عشان يفهموا ايه اللي بيحصل. وبعدها بنشوف سادات وهو في اوضته الخاصه في الفندق، وبتروح له ايباك وبتساله لو كان عاوز حاجه منها قبل ما تمشي، لكن سادات بيقول لها انه وحيد وبيطلب منها تفضل معاه. وبتقرب منه ايباك وبتعترف له انها بتحبه وبتحب الشغل معاه، لكن سادات بيطلب منها تثبت له انها بتحبه. بتقرب منه ايباك وبتبوس. وفي نفس الوقت بيكونوا اخوات سادات وصلوا على الفندق وبيعرفوا انه في اوضته الخاصه، بيروحوا عشان يجيبوه، لكن نالن وبلور بيفضلوا وراهم عشان يعرفوا نهايه الموضوع ده ايه. ولما بنرجع لرأفت بنلاقيه مستني حد في مطعم شعبي، وبيقابل ماتين وبيقول له انه عارف انه مش محمد صاحب عادل، وبيعترف له ماتين انه اخو فريده وانه حصل مشكله عائليه بينهم زمان وانها اتبرت منه وعشان كده سابها وراح المانيا. وبيعرفوا انه بقاله 30 سنه بعيد عنهم وانه مبقاش ليه حد في الدنيا وعشان كده عايز يتواصل مع نالن. فبيقول له رأفت انه من حقه يرجع علاقته بنالن، بس بيحذره من انه يأذيها وبيقول انه في مقام ابوها ومن وجب حمايتها. اما سادات فبيبقى في السرير مع ايباك، وفجأة بيسمع خبط على الباب، وبتعرفوا ايباك انها طالبه لهم بيتزا لانها عارفه انه بيحبها. واول ما بيقوم سادات بيفتح الباب بيلاقي اخواته قدامه وبيشوفوه هو وايباك، ومش بس هما اللي بيشوفوه، لان نالن بتبقى وراهم وبتشوف كل حاجه. والغريب انها ما بتتكلمش ولا بتنفعل وبتسيبه وبتمشي. وبيبقى سادات عاوز يروح وراها بس مظفر بيمنعه وبيقول انه مش هينفع يروح وراها بالشكل ده. وبيروح هو ورا نالن وبتطمنه نالن عليها وبتقول انها مش مستغربه وانها كانت عارفه ان ده اللي هتشوفه، وبتطلب منه ما يزعلش عليها وبتسيبه وبتمشي. وفي نفس الوقت بيكون خيري قلقان على نالن وبيفضل يتصل بيها، لكن بلور بتبعت له رساله وبتقول له انها معاها وبتطلب منه ما يتصلش بيها دلوقتي، لكن خيري ما بيسمعش الكلام وبيجهز عشان يروح لها عند بلور. وبعدها بيكون سادات وصل على البيت مع اخواته وبيبقى مصمم انه يروح ورا نالن عشان يصالحها ويرجعها على البيت، لكن سيلين ومظفر بيحاولوا يفوقوه وبيقولوا له انه مش هتسامحه بعد اللي عمله معاها، لكن سادات ما بيكونش مصدق وبيطلب منهم ما يحكوش حاجه لرأفت لحد ما يصالحها. ووقتها بيتصل متين بحفيظه وبيعرفها انه قاعد مع رأفت وبيطلب منها انها تدي الرسائل لنالن، وبيهددها انه هيروح لها ويحكي لها كل حاجه. فبتهديه حفيظه وبتقول انها هتعمل اللي هو عايزه. ولما بنرجع لسادات بنلاقيه قاعد قدام جلسة ومكسوف من نفسه، وبتحكي لها سيلين ان سادات كان في اوضته الخاصه مع السكرتيره بتاعته وان نالن شافتهم وراحت عند بلور. وبتتعب جولسهن وما بتكونش قادره تتحمل
بيكمل وبيحاول سادات يطمنها وبيقول لها انه هيصالحها ويحل الموضوع وبيطلب منها ما تقولش الرأفت، بس بيسمعهم وبيسألهم عن المخبيين وعنهم وبيكذبوا عليه وبيفهموا انها مشكلة تخص الشغل. اما نلم فبتكون عند بلور واللي بتبقى قلقانة عليها وبتطلب منها تتكلم وتقول لها هي حاسة بايه، فبتمسك نلم تليفونها وبتتصل بالمحامية وبتطلب منها انها ترفع دعوة طلاق على سادات، وبتعرف المحامية انها مش عايزة منه اي حاجة وبترفض تقول لها سبب الطلاق اللي هو الخيانة. وبعد ما بتقفل مع المحامية بتقول لبلور انها مبسوطة عشان تقدر تتطلق من سادات وهي قلبها قوي ومش مترددة. في نفس اللحظة دي بيكون خيري وصل عند بيت بلور بس بيشوف مظفر وحفيظة وهما داخلين وبيتراجع وبيفضل واقف برا البيت، وبتبقى حفيظة زعلانة جدا على نالن بس بتطمنها وبتقول لها ان كل حاجة هتبقى كويسة. وبتقوم نالن عشان تعمل لها شاي، كان مظفر بيروح وراها وبيكلمها عن الطلاق ولو كانت حكت لخيري، فبتقوله نالن انها فاهمة قصده من ورا سؤاله وبتطمنه وبتعرفه انها مش هتتطلق بسبب خيري وانها عاشت مع سادات حاجات وحشة جدا لدرجة انها بقتش غبية عشان تقع في نفس المشكلة مرتين. فبيوعدها مظفر انه هيفضل جنبها طول ما هي محتاجة له. وبعد ما بيمشي مظفر بيتصل خيري بنالن بس بتبقى رافضة تكلمه وبتقول لبلور انها مش عايزة تتكلم مع حد وعايزة تفضل لوحدها، وبيبعت لها خيري رسالة وبيقول لها انه قدام البيت ولان حافظة موجودة بتتحجج بلور انها طالعة ترمي الزبالة، وبتروح لخيري وبتعرفه ان نالن مش عايزة تتكلم مع حد وبتطلب منه يبعد عنها فترة لحد ما تقدر تتخطى اللي بتمر بيه. وفي نفس الوقت بيكون سادات بيتعشى وبياكل كميات كبيرة من الاكل وبيفضل يقول انه بوظ بيته بايده وانه عمل كل حاجة غلط، وعلى الرغم من كده بيبقى مصمم انه يقدر يصلح نالن وانها ترجع له لانها بتحبه وملهاش مكان تاني تروح عليه. وبتستغرب جولسهان كلامه وبتقول له سيلين انها خلاص اتجنن. وقتها بيكون مظفر رجع على البيت وبيقول لجولسهان ان نالن عايزه تتطلق وان المره دي بتتكلم بجد. وتاني يوم بتتكلم نالن مع المحاميه وبتسالها لو كانت رفعت دعوى الطلاق وبتسالها لو كانت هتاخد اكتر من شهر وبتقول لها انها عايزه تتطلق في اسرع وقت. وهنا بينتهي الجزء ده من ملخص فتاه النافذه. استنونا في الجزء اللي جاي عشان نعرف نالن هتتطلق المره دي ولا هتتراجع زي كل مره. الفيديو ده كتبه محمد التميمي، سجلته امل عقيل، ومنتجه كريم طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسين عشان تتابعوا ملخصات الافلام الدراميه بصوت محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني. وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه. وفولو لصفحه هكونا مطاطه عشان تتابعوا ملخصات الكرتون والانمي. سلام.